هلا الانفيرتد بندلم فعليا ما بكون بالبساطه هاي، بس انا رح اخذ مثال بسيط على انفيرتد بندلم بس حتى نشوف الترانسفير فانكشن تبعته. انفيرتد يعني مقلوب. فبدل ما كان عندنا الانفيرتد بندلم اللي اشتغلنا فيه اول امبارح كان بندلم عادي، هدفي من هذا البندلم انه وضعه الطبيعي يكون بهذا الشكل. فالزاويه تبعته هي جاي عن هوريزونتال، اللي هي المثال متذكرين المثال اللي حكينا عنه، احاول اوازن اشي عمودي من هون، وهاي راح نسميها ثيتا اوف تي. راح افترض الان هلا هو البندلم مش هيك بناؤه، الانفيرتد بندلم الحقيقي ما بيكون زي هيك. هلا بحكي لكم الموديل تبعه كيف بنبنى، بس راح اخذ موديل ابسط بس حتى نطلع شو بيصير معنا. هلا تاو اوف تي التورك، راح افترض انه الموتور لما يشتغل التورك تبعه بحاول يزيد ثيتا من هون بهذا الشكل. هلا عندنا نفس الشيء كمان عندنا هون حسب الزاويه اللي موجوده هون، وزن البندلم هذا راح يتقسم لمحصلتين، محصله ام جي ساين ثيتا، بدك تسكر الباب لو سمحت، ام جي كوساين ثيتا اللي هو موجود هون. وراح افترض انه عندي كمان فيسكس فريكشن، فراح افترض انه عندي بي الكوفيشنت اوف فيسكس فريكشن وحدة نيوتن متر بير راديان بير سكند. إذا لو أخذنا الآن أويلرز إيكويشن حوالين هاي النقطة، راح يصير عندي تاو أوف تي. هلا هون الاختلاف الأساسي، بالأول كانت هاي الجاذبية ضدي، هلا الجاذبية مع تاو مع التور، فهذا راح يكون زائد ام جي ساين ثيتا. اذا خليتها ام جي ساين ثيتا ايش وحدتها؟ نيوتن، فلازم اضربها ب الطول. الطول هون عندي ال، فراح تصير عندي هون ام جي ال ساين ثيتا. الفريكشن بيساعدني ولا بيعاكسني؟ بصيرش نسأل هذا السؤال دائما الفريكشن. إذا هون لازم يكون عندي ماينس بي أوميجا تي، وعلى فرض طبعا إنه الوحدات صحيحة. انتبهوا هون بي وحدتها إيش؟ نيوتن متر بير راديان بير سكند، بضربها في راديان بير سكند بتعطيني نيوتن متر. في المعادلة هذه دايمنشن اللي بتصير صحيحة، نيوتن متر إم كيلوغرام في جي متر بير سكند سكوير. كيلوغرام في متر بير سكند سكوير بتعطيني نيوتن، في متر تعطيني نيوتن متر، نيوتن متر، وهذه هون دايمنشن. فصار عندي نيوتن متر نيوتن متر نيوتن متر من هون، مضبوط. هاي بدها تساوي، هلا هاي حسب القانون بدها تساوي اي في الفا. اي ايش هي؟ هذا بتكون ام ال سكوير، اللي هي ام ال سكوير كيلوغرام متر سكوير، هاي وحدة الانيرشا سكند مومنت اوف ماس، مضروبة في التسارع إذا بنحب تسميه الفا تي، وبعدين بنحوله هلا ل ثيتا دبل دوت. ننقل الأشياء للجهة الثانية، بصير عندي تاو بدها تساوي ام ال سكوير ثيتا دبل دوت اوف تي. راح افترض انه ثيتا اوف زيرو، ثيتا دوت اوف زيرو زيرو عشان اقدر اكمل. هاي الانيشال كونديشنز هون. هلا عندي الاشاره، هلا هون المهم الاختلاف صار بين المعادله اللي عملناها بالاول، هاي الاشاره ايش راح تصير على الجهه الثانيه؟ ماينس ام جي ال ساين ثيتا، وهي راح تصير بلس بي ثيتا دوت اوف تي. راح افترض انه ساين ثيتا بتساوي ثيتا لما ثيتا ان راديانز وثيتا اقل من حوالي 10 درجات، فمحل هاي راح يصير عندي الان ام ال سكوير ثيتا دبل دوت اوف تي بلس بي ثيتا دوت اوف تي ماينس ام جي ال ثيتا اوف تي بتساوي تاو اوف تي. ناخذ الان ايش ناخذ؟ ناخذ لابلاس ترانسفورم وناخذ هون هي الانيشال كونديشن تكون زيرو، فبصير عندي ام ال سكوير ثيتا اوف اس، وعندي جوا ام ال سكوير اس سكوير مش هيك؟ زائد بي اس زائد ناقص ام جي ال. فبصير عندي الان الترانسفير فانكشن هي الاوتبوت على الانبوت، وتساوي
تساوي 1 على ام ال سكوير اس سكوير زائد بي اس ناقص ام جي ال. الاختلاف الوحيد بين هاي الايكويشن الايكويشن السابقه نعم شرط الماينس شرط الماينس لا لا صحيح 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 الاختلاف الوحيد بين المره الماضيه وهاي هي هاي شرط الماينس. لاحظوا هذا السيستم عم بحاول هاي عم بحاول تروح من هاي النقطه. اذا هلا اذا اجينا حاولنا نحللها هلا ايش بنحلل؟ بنقول البولز. البولز ايش سميناها قلنا عنها؟ هي الروتس تبعت الكاركترستيك ايكويشن او الروتس تبعت الدينومينيتر. ماشي مش هيك؟ الروتس. فالروتس هي اللي بتخلي هذا بيساوي ايش؟ بتخلي هذا يساوي زيرو. فالروتس اللي بتخلي هذا بيساوي زيرو اللي هي اس 1 واس 2 اللي هي البولز. ولاحظوا تذكروا من اللي درستوه بالكنترول والسيستم داينامكس البولز هي بتعطيني النيتشر طبيعه السيستم كيف هذا السيستم بتصرف دايناميكلي مش هيك؟ بتحكي لي كثير عن السيستم البولز، بتحكي لي انه ستيبل ولا مش ستيبل، بتحكي لي الريسبونس تبعه. البولز اهم من الزيروز تمام مش هيك مضبوط؟ فهون عندي البولز هذه راح تكون هلا راح اخذ الكوادراتيك ايكويشن راح احلل هاي الكوادراتيك ايكويشن اللي مساويه لزيرو فراح تصير عندي مساويه البولز الاثنين راح يطلعوا بي على 2 ام ال سكوير ناقص 1 زائد ناقص 1 زائد 4 ام جي ال على بي. امشي بهاي بالتفصيل ولا واضحه كيف جبناها؟ هلا خلينا نطلع هدول القيمتين. عندي هذه ماينس ماينس 1 وعندي هاي 1 زائد شيء بوزيتيف. هل ممكن ام تصير نيجاتيف؟ هل ممكن جي تكون نيجاتيف او ال او بي؟ كلهم هذول بوزيتيف. اذا هاي القيمه دائما بوزيتيف زائد 1 هاي القيمه دائما اكبر من 1. لما باخذها تحت الجذر لما يكون هذا ماينس ماينس ما في مشكله ايش البول اشارته راح تكون نيجاتيف. بس لما باخذ البوزيتيف تبع هذا مش هذا اكبر من هذا حتى لما باخذ جذره اذا في بول من البولز الاثنين ايش راح يكون؟ هلا هو اكبر اصغر من الثاني فراح يطلع عندي هون تو بولز بالحاله هاي راح يطلع عندي بول هون وبول فهذا السيستم انستيبل ما بيشفع له انه في بول كافي انه يكون في بول هون واحد يخليه هذا السيستم انستيبل اوكي.